في تاريخ البحرية برز اسم قائد جعل من أعالي البحار مسرحاً لانتصاراته. كان أسطوله وراياته مصدر رعب في قلوب أعدائه. هو ابن عائلة بسيطة صعد ليكون نجماً من نجوم البحرية العالمية، قاوم الأساطيل الغربية في فترته بكل براعة. بدأ من الجزائر وتونس وانتهى إلى جانب السلطان العثماني سليمان القانوني قائداً للبحرية العثمانية. أنقذ الآلاف من المورسكيين من الأندلس، وأيضاً جعل البحر المتوسط بحيرة عثمانية. إنه أسد البحار في الشرق والقرصان المخيف في الغرب. خير الدين بربروس. في القرن السادس عشر الميلادي كان البحر الأبيض المتوسط ساحة للصراع بين القوى الدولية، من جهة الدولة العثمانية ومن جهة أخرى القوى الأوروبية المختلفة. من قلب هذا الصراع برز اسم رجل واحد غدا أسطورة بحرية. إنه أسد البحار خير الدين بربروس. نحن الآن في متحف البحرية في مدينة إسطنبول التركية، وهذا المتحف يروي سيرة البحرية العثمانية ويضم أيضاً جزءاً من تراث خير الدين بربروس. هذه سفينة الشراعية الحربية التاريخية التي ترونها، ووفقاً لفحص الكربون يقدر أنها بنيت في أواخر عام 1500 وبدايات 1600، وتعد أقدم سفينة خشبية موجودة في التاريخ. ما ترونه هنا في معرض القوارب والسفن، السفن الشراعية التاريخية والقوارب العثمانية والعرش المستخدمة من قبل السلاطين في العهد العثماني، جميعها أصلية ومعروضة هنا. هذه مقصورة السلطان. بو سلطان طرفından هذا العرش الذي كان يستخدمه السلطان أثناء الامتحانات والمقابلة في المدرسة الحربية. كان السلطان ينضم إلى المقابلات في المدرسة البحرية ويتابع المقابلات بشكل شخصي. وإذا انتقلنا إلى هنا سنجد مجموعة قوارب السلطان المؤلفة من 14 قاربا سلطانيا، وتعد المجموعة التي توجد في متحف بشكتاش من أكبر المجموعات التي توجد في العالم. قوارب السلطنة هذه تعود إلى القرن التاسع عشر، تعود إلى السلطان عبد المجيد والسلطان عبد العزيز. كما توجد قوارب سلطانية تعود إلى عهد السلطان رشاد الخامس. قوارب السلطنة تنقسم إلى قسمين، قوارب مخصصة للسلطان بذاته وقوارب مخصصة لأقربائه والحرم السلطاني. هنا ستلاحظون وجود رسومات حربية على القوارب، وترون درعا ورمحا وراية وسهما وخنجرا، وكلها بالتأكيد شعارات حربية. وفي الوقت نفسه يوجد شعار نبالة السلطان، وهذا يعني أن هذا القارب كان يستخدم من قبل السلطان بشكل مباشر. هذه لوحات سفن بالطبع في ذلك الوقت. في العهد العثماني كان للسفن شعارات رئيسية وتسمياتها الخاصة أيضا، وكانوا يكتبون تسميات السفن بورق الذهب وبشكل فاخر جدا. يوجد في مجموعة المتحف عددا من دروع السفن الخشبية،
أكبر درع مقدمة سفينة في العالم، يوجد في متحف بشكتاش البحري، وهي عبارة عن درع مقدمة سفينة بطول 14 مترا ونصف، وتعود إلى فرقاطة أو رهانية. وهنا ترون مقدمة سفينة تعود إلى فرقاطة عزيزية المدرعة التي صنعت في غلاسكو في عهد السلطان عبد العزيز، واستخدمت الكواسر في دروع السفن وغطيت جميعها بورق الذهب. هذه درع مقدمة فرقاطة عزيزية، وعلى هذا الحائط تجدون الأسماء التي أطلقت على البواخر، وفي القسم العلوي توجد لوحة اسم سفينة بويانا، وفي الأسفل لوحة اسم باخرة السلطانية، وفي القسم الأيسر السفينة الشراعية شادية، وفي القسم الأيمن تجدون لوحات اسم سفينة فتحية الشراعية الحربية، وفي هذا القسم يوجد ما نعرفه باسم سفينة حلب. انتقلنا الآن إلى بناء العرض الرئيسي في المتحف، ويشرح في هذا القسم تاريخ البحرية العثمانية وفقا للترتيب الزمني، ونبدأه بعرض جزء من السلسلة الحديدية التي كانت تغلق الخليج قبل فتح اسطنبول على يد السلطان محمد الفاتح. كان الخليج يغلق بسلسلة طولها 550 مترا، 33 مترا منها تعرض في المتحف البحري. تجدون أحد أهم البحارة لدينا، إنه بيريريس. بيريريس مؤلف كتاب البحرية والذي رسم خريطة العالم، وهنا تجدون نسخة من كتاب البحرية. هنا سانجا؟ نعم، هذه راية خير الدين بربروس باشا، الراية الأصلية توجد في المتحف البحري. ما يوجد على الراية له مكانة خاصة بالنسبة إلينا، إنها تتحدث عن الخلفاء الأربعة، تبدأ بسيدنا أبي بكر، فسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي، فهي تتحدث عن تاريخهم وتضم أسماءهم، كتبت فوق قماش أخضر، إنها عبارة عن راية من الحرير الأخضر، ونقش عليها بالفضة باستخدام تقنية خاصة، وكما نرى فوق الراية سيفاً، هذا السيف ذو رأسين، هذا السيف يمثل النصر والقوة، هو سيف سيدنا علي، وهو سلاح خاص، وخلفها توجد نجمة داود، ولكن معناها لدينا نحن الأتراك أو لدى المسلمين أداة التحكم في الرياح ومعرفة وضع الرياح خلف السفن، أي توجيه الرياح وفقاً لحركتها، أي أنها تمثل أداة لقوة الطبيعة، كما نجد هنا نقش سورة الفتح والآية 21 من سورة الصف. هنا في قلب مدينة إسطنبول في ساحة بشكتاش يرقد جثمان خير الدين بربروس، لكن إرثه موزع بين إسطنبول والجزائر التي بدأ مجده منها. خير الدين بربروس باشا، الأدميرال البحري الذي جعل الإمبراطورية العثمانية إمبراطورية عالمية ودولة قوية على مستوى العالم، ولقد شكل خير الدين بربروس باشا إلهاما للأدميرال ماهان الذي سيأتي بعده ب250 عاما، وهو ألفريد ماهان الأدميرال الأمريكي الذي تنبأ بالحرب العالمية قبل حدوثها. فقد استوحى ماهان أفكاره وخططه في كتابه نظرية القوة البحرية التي تعد من أهم النظريات في عالم البحار. فكلمته الشهيرة من يحكم البحار يحكم العالم أصبحت عنواناً وشعاراً لنظرية القوة البحرية لماهان، مستوحاة من أفكار بربروس. تمكن خير الدين باشا من انتزاع معظم أو جميع الجزر
التابعة لجنوة والبندقية في بحر إيجا أو بحر الجزر، انتزعها منهم وضمها إلى حكم العثمانيين. لذلك يعد خير الدين بربروس باشا من أهم الأسماء التي صنعت تاريخ السلطان سليمان القانوني وأكسبته شهرته. سيادة اللواء، هناك علاقة جمعت سليمان القانوني، السلطان سليمان القانوني، بخير الدين بربروس، وهناك صورة تمثل استقبال سليمان القانوني السلطان لخير الدين بربروس، صحيح؟ قانون السلطان سليمان، السلطان سليمان القانوني أولى أهمية كبيرة لخير الدين بربروس باشا ووثق علاقته به بشكل مباشر، أي أنه ساوى بينه وبين الصدر الأعظم، وهو ما يعرف اليوم برئيس الوزراء، ولم يجعله تحت إمرة الصدر الأعظم، بل كانت علاقته مباشرة مع السلطان. وذات يوم وجه القانوني إلى خير الدين بربروس باشا هذا السؤال: خير الدين بربروس باشا، بماذا تنصحني أثناء حكم الدولة؟ قال خير الدين باشا: يا سلطاني، إن سيطرت على المياه تسيطر على البر. كان الإيطاليون يعرفون الدولة العثمانية بمقولة الإمبراطورية التي تفوح منها رائحة البحار. في الواقع لا توجد دولة كبيرة دون أن تسيطر على البحار. قبل أن يصبح سيد البحار، كانت البداية الأولى لخير الدين بربروس وأخيه عروج من هنا من الجزائر. استولوا على ميناء الجزائر وأصبح منطلقاً لعملياتهم البحرية وبناء أسطولهم الكبير. كلف من طرف الخليفة بمساعدة الموريسكيين عندما بدأ اضطهادهم بعد سقوط غرناطة، وأرسله إلى الجزء الغربي من المتوسط لمساعدة نزوح المسلمين وكذلك اليهود، كل من أراد أن يغادر، وأتى بأغلبيتهم إلى الجزائر. ثانيا، أن الجزائر عندما سقطت غرناطة أصبحت في مرمى كل الدول المسيحية، لأنها تقريبا البلد الذي يقابل أوروبا. الجزائر عندها ساحل طويل وعريض، وبالتالي يمكن أن يشكل قاعدة من قواعد المد الجديد للمسيحية في العالم الإسلامي. سمع الجزائريون في العاصمة بخير الدين فاستنجدوا به، لأن الجزائر لم تكن بيد الإسبان، ولكن كانت هناك صخرة مقابلة للعاصمة، كان الإسبان عملوا منها قاعدة لقنبلة العاصمة بمدافع طويلة المدى، فكانوا يقنبلون المدينة يوميا، فاستنجدوا به، فشن حملة أولى لم تنجح، والحملة الثانية نجحت، وبالتالي حرر الجزائر العاصمة من هذا التهديد، ثم ضم هذه الصخرة إلى الأرض اليابسة.
صدرت مذكرات خير الدين بربروس في التركية عام 1965، لكن إصدارها في العربية وترجمتها إلى العربية تأخرت إلى عام 2010، وكانت الترجمة على يد الدكتور محمد دراج. دكتور محمد، ما هي أهمية مذكرات بربروس؟ ما هي هذه المذكرات؟ مذكرات بربروس تكمن أهميتها في أنها أول مصدر تركي سجل الأحداث التاريخية كشاهد على الأحداث ومعاصر لها، فجميع الأحداث التي تذكر في المذكرات كانت إما بأمر من خير الدين بربروس أو تحت إشرافه أو كان شاهدا عليها، فأهميتها تكمن في كون أن الأحداث الواردة فيها هي شهادة على التاريخ. بعدما فتحوا الجزائر ودخلوا إلى الجزائر، أرسل إليه السلطان سليمان القانوني أمرا سلطانيا يسمى باللغة التركية فرمان، كتب يقول له فيه كما ورد في المذكرات: اكتب لي كيف فتحتم الجزائر وتمكنتم من إخضاعها، اكتب لي كتابا وأنا سأحتفظ به في مكتبتي. يقول خير الدين بربروس: عندما وصلني هذا الأمر دعوت صديقي وزميلي في الكثير من غزوات البحر سيد علي مرادي، فأخبرته بأمر السلطان ثم جلسنا أنا أملي والمرادي يكتب. محمد، ما هي أهمية خير الدين بربروس في تاريخ الجزائر وفي تاريخ البحرية العثمانية أيضا؟ أن خير الدين بربروس هو المؤسس الفعلي للدولة الجزائرية الحديثة التي نعيش على فضائها الجغرافي الحالي، لأن قبل خير الدين بربروس منذ سقوط دولة الموحدين لم تتأسس في هذه الجزائر التي نعرفها اليوم دولة مركزية، وإنما كانت هناك إمارات محلية يقاتل بعضها بعضا على النفوذ وعلى توسيع مناطقهم. فخير الدين بربروس هو أول من فكر في تأسيس دولة مركزية في هذا الفضاء الجغرافي الذي كان يعرف في التاريخ الإسلامي بالمغرب الأوسط، وهذه أهميته. وأما بالنسبة للدولة العثمانية، فالدولة العثمانية منذ تأسيسها في عام 1299 على يد السلطان عثمان كانت دولة برية، يعني الأتراك هم مثل العرب يقاتلون في البر وقوتهم الحقيقية هي في البر، قوات برية، حتى عندما عبروا إلى البر الأوروبي وفتحوا البلقان كانوا كقوة برية، ولكن بدأت تظهر البحرية بشكل تدريجي في عصر الفاتح، ولكنها لم تكن قوة بحرية بالمعنى الذي نتخيله اليوم. الذي حول الدولة العثمانية إلى دولة بحرية قوية هو خير الدين بربروس، وبقيت هذه البحرية تتطور وتتطور إلى أن بلغت ذروتها في القرن 18. فكانت يا أستاذ العزيز أن البحرية، أن السفن الأوروبية لكل أوروبا التي ليست لها معاهدة مع الجزائر أو التي ليست لها معاهدة مع أي إيالة عثمانية في المغرب العربي، تونس أو طرابلس الغرب أو مع المغرب أيضا الذي كان خارج على الفضاء العثماني، إذا ليست لهم معاهدة فإن بحارة الجزائر كانوا يسحبون تلك السفن إلى أقرب ميناء إليهم ولا يطلقون الأسرى إلا بعد أن تدفع الفدية. حتى يا أستاذنا الكريم، لا سفينة غربية تدخل جبل طارق إلا بإذن من البحرية الجزائرية. نحن الآن في قصر رياس البحر في العاصمة الجزائر. هذا المكان هو مكان إقامة قيادة الأسطول في الجزائر، وأيضاً كان مركز انطلاق الأسطول عندما كان في أوج وعز قوته. طبعاً رياس البحر للطائفة الأولى التي حكمت مدينة الجزائر خلال التواجد العثماني، وهي اللي أسست للبحرية الجزائرية، فكان طبعاً أول مكان يعني تم لتعزيز النظام الدفاعي لمدينة الجزائر. طبعاً كان بناء بطاريات، أبراج، إلى غير ذلك. بطاريات تقصدين مدافع صح؟ ليس المدافع، ولكن البطاريات هي نوع من أنواع الحصون الدفاعية، فهي تشبه الحصون ولكن صغيرة نوعاً ما مقارنة بالحصون. فنجد بطاريات
يعني توجد يعني ضمن السور الدفاعي اللي كان يحمي مدينة الجزائر جهة البحر. فبطارية مامي أرناؤوط اللي بناها في 1576 كانت ضمن هذا السور، ونحن نعلم جيدا عند مجيء خير الدين بربروس لما حطم حسن البينيون وقام ببناء رصيف خير الدين اللي هو بالقرب بميناء الجزائر اليوم، طبعا بالقرب من قصر ياس البحر. طبعا كان في يعني نستطيع أن نشاهد يعني أكيد الرصيف صح؟ أكيد هو الرصيف ليس ببعيد هنا، يعني موجود بالقرب من قصر ياس البحر أو بمنطقة قاع السور، أو هذا المكان كان يسمى قاع السور. ذكرت أنه خلال مجيء خير الدين لما عزز النظام الدفاعي لمدينة الجزائر ببناء السور الدفاعي الذي يحمي مدينة الجزائر جهة البحر، كان فيه بطاريات، كان فيه حصون دفاعية إلى غير ذلك. فبطارية مامي أرناؤوط، مامي أرناؤوط كان رئيس مختص في بناء المدفعية، فالبطارية نجد فيها مخارج لوضع المدافع لحماية مدينة الجزائر، إضافة إلى أنه قصر ياس البحر كان فيه بحارة اللي هما الرياس اللي كانوا قبل يعني مكان للاستراحة فيه عند ذهابهم إلى البحر وعند وصولهم طبعا يستراحوا، بعد ذلك يذهبون إلى طبعا إلى مدينة الجزائر أو إلى القلعة، طبعا قلعة الدير. قصر ياس البحر هو مجموعة قصور وليس قصر واحد. أكيد طبعا قصر ياس البحر فيه أولا بيوت البحارة اللي هي بيوت الرياس، ويقال أنه حتى بيت علي بتشين كان موجود هنا طبعا ببيت من بيوت البحارة، وإضافة إلى قصور الثلاث قصر 18 وقصر 23 والقصر 17. طبعا القصر طبعا كقصر الكل يراه قصر، ولكن هو مبني على موقع أثري. لا ننسى أن مدينة الجزائر لما تأسست كمرفأ تجاري لما كان اسمها أيكوسيم بعدها إيكوزيوم، نحن فوق أثار لمدينة إيكوزيوم التي بنيت خلال الفترة الرومانية، فنجد فسيفساء تعود إلى الفترة الرومانية، نجد حمام روماني، فالبقايا تدل على قدم مدينة الجزائر، إضافة إلى وجودها طبعا بالقرب من المدينة التي أسسها بلقين بن زيري بن مناد، فالشواهد التي تركها بلقين بن زيري بن مناد موجودة بالقرب من قصر ياس البحر. فالموقع مهم جدا، ليس فقط فيه القصور، فيه أيضا جامع اللي كان طبعا يصلى فيه أو يصلي فيه الرياس، فهو عبارة عن حي بالقرب من ميناء الجزائر أو بالقرب من حي البحري. هذه الأقبية وهذه الدهاليز كانت تصل المدينة العتيقة بالبحر، وكانت جزءا من الاستراتيجية الدفاعية عن المدينة منذ أيام خير الدين بربروس. قصة خير الدين بربروس تذكرنا نحن العرب بأيام كنا قادرين فيها على هزيمة الاحتلال. ألقاكم الأسبوع القادم مع سر جديد من متحف جديد.